احتفل المخرج مجدي الهواري بحفل زفافه أمس الأحد على الستايليست دنيا عبد المعبود في حفل اقتصر على المقربين والأصدقاء من الوسط الفني. وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات من حفل الزفاف، وحرص أبناءه على حضور حفل زفافه وظهروا وهم يلتقطان صور مع الفنانة لبلبة في الحفل. وظهر مجدي الهواري وهو يرقص على أنغام أغنية بنت الجيران برفقة الفنان خالد الصاوي والفنان محمد جمعة وعدد من الأصدقاء المقربين. وتساءل الكثير من الجمهور حول معلومات عن الستايليست دنيا عبد المعبود، فهي مصممة أزياء بالوسط الفني وشاركت في أكثر من عمل فني منهم مسلسل حدث بالفعل وإلا أنا وفيلم وش وش ومسلسل ونحب تاني ليه، حيث يعتبر أول عمل لها في مسيرتها هو فيلم بنات العم عام 2012. وسبق وتزوجت دنيا عبد المعبود من قبل مدير التصوير كريم أشرف وعملت معه في أكثر من عمل أبرزهم مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين.